إذن مشاهدي الكرام، أنا شفت مرحبا بكم في هذا البث المباشر في مدينة الدار البيضاء. الله عمرك طويل، الله يسعدك تكبر الشاريو. تكبر تفتح الصحافة لك حالك، واش كحالك؟ اليوم مع 6 مليون ديال المشاهدة. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا ديالك هذا؟ غنصوروه. مرحبا. شوية تجوع الأثمنة. طالع الحوت ولا؟ لا اليوم طالع شوية. طالع. انا. اللهم بارك. انا. اللهم بارك. كاين الحوت مخلط كامل، كاين الميرو، كاين اناناس، كاين الباج. كاين حوت سميتو اناناس؟ كاين حوت سميتو اناناس، انا نوريه لك. الشيخ. هذا حوت سميتو اناناس. هذا هو الاناناس، هو. داير بحال اناناس، راه فيه صفورية. الشيخ. زوين واعر في الماكل، حلو. اللهم بارك. سرديت شحال داير؟ البارح خويا السرديت دينا ب 2400. اليوم ب 3000 ريال. طلع السوق. طالع السوق اليوم قليل شوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك الزوين، الله يبارك فيك. كيفاش داك السوق اليوم؟ الاثمنة. خويا ما بين السوق البارح واليوم، اليوم طالع البارح. البارح 2400، اليوم 150 درهم. السرديت. السرديت. شحال كيتخام الكيلو تقريبا؟ دابا 150 درهم بحال طايح 160 ريال. 160 ريال. شحال كيتباع المستهلك؟ 10 دراهم. 10 دراهم. 10 دراهم. دوري على الحوت ديال الاناناس. اناناس خويا الحوت هذا كان رخيص في الاول. فهمتيني؟ ولكن غلاو القلايه، هما اللي غلاو. ملي كدي القلايه كدي صندوق كيبيعوا حتى داك الكليين اللي كياكلوا كيعجبوا، فهمتيني؟ مذاق زوين. المذاق ديالو ما نعاودش لك، ناضي في الماكله، فهمتيني؟ تعطاو عليه القلايه هو يغلى حتى هو، كنا كندوها ب 100 درهم الصندوق، 120 درهم، دابا كندوها ب 20 فرانك. 200 درهم. 200 درهم. الميرو الثمن ديالو. الميرو الثمن ديالو هذا دابا الصندوق ديته ب 4600 درهم، بحال طايح هذا الميرو طايح ب قول 240 ريال. 240. تبيعو ب 300 400 تكمل ب 300 درهم، حتى 260 ريال تكملوا، فهمتيني؟ الاثمنة ماشي كاين شي اثمنة اللي غالية شوية بعدا ما بينو وبين. بعدا السوق هبط على غرام. وي بزاف. رمضان كيفاش كان؟ رمضان كيفاش كان؟ تريبل رمضان السردير هذا راه كندير 30 فران 6000 ريال. بحال طيح لك 300 درهم الكيلو، خصك تبيعو ب 400. فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين. لا الحمد لله. الله يسهل عليك. شكرا. إذن المشاهدين الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا، ها هو شوفوا السردير. يعني الثمن تقام عليه 150 درهم للصندوق، يعني قيمة 10 درهم للكيلو. اللهم بارك. بلادنا مازال فيها الخير. الحمد لله. الحمد لله. الاناناس، الميرو. الله يسهل عليك، الله يسهل لك امورك، الله يحفظك. شوف تي في لايف. شوف تي في لايف. شوف تي في لايف غيطلع لك. الان كيتواجدوا في سوق السمك مدينه الدار البيضاء. شكون الحوت هذه؟ تبارك الله. الحوت موجود اثمنه وخا هكاك طاحوا.
يو هكاك تمام طاح. دوي دوي شوف وحين تير باش غادي يشري اخويا باش غادي يشري انت ما طالع انت ما طالع بزاف انت عاد الناس الشفار اخويا كاين في هذا البلاصه هذه بالروج ولا الشفار الله يسهل الله يدير الشاول ديال الخير الله يدير الشاول ديال الخير لان المشاهدين الكرام كيف ما كتبوا معنا حنايا الان سوق السمك في جمله مدينه القار البيضاء الله يسهل عليهم الله ييسر لهم امورهم يعني كيف ما سمعتوا معنا تضاربات في الاسعار ما بين طالع وهابط والله يسهل على كل واحد الله يسهل على كل واحد ديز لايف شوف تي في لايف ديز لايف شوف تي في لايف يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا البيع والشراية الله يسهل عليهم الله يسهل على كل واحد يعني خارجين في الصباح بكري باش يتقداو الحوت من اجل يديوه للمستهلك والمواطن خصوصا في الاحياء باش يبيعوا الثمن يعني الثمن ديال السرين تقريبا وصل حتى لشي 10 دراهم تقام 150 درهم للصندوق سهل على كل واحد الله يسر الامور هو الحوت موجود إذن مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا وعرفتوا الأثمنة ديال الحوت هنايا في سوق الجملة للسمك مدينة الدار البيضاء يعني أثمنة وخاصة طاحت على رمضان بعد ما كانت أثمنة طالعة بزاف والله يسهل على كل واحد المشاهدين الكرام غادي نوجهكم الان بالحلقه وكون فات مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء